وهبي في موقف محرج على المسرح، معجب فاجأها بقبلة، وردة فعل الأخيرة لم تكن في الحسبان. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأخير في الساحل الشمالي في مصر، حيث فاجأها شاب من الجمهور بقبلة أثناء غنائها على المسرح. وفي التفاصيل، تداول عدد من الصفحات الفنية مقطع مصور من حفل هيفاء وهبي، وثق اقتراب أحد المعجبين من المسرح أثناء غناء هيفاء ومد يده لها. وقامت هيفاء بدورها بمد يدها للشاب ليقوم الأخير بتقبيلها، ثم ربت عليها مبتسماً. وبالرغم من أن الفيديو تم نشره على صفحات لمحبي الفنانة اللبنانية وجمهورها، إلا أن هيفاء أعادت نشر المقطع عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الشخصي عبر إنستغرام. وكانت قد أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي يوم الجمعة الماضي حفلاً غنائياً ناجحاً في الساحل الشمالي في مصر، حضره عدد كبير من الجمهور، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو وصور وثقت الأجواء الحماسية التي أشعلت بها هيفاء الحفل وتفاعل الجمهور معها. وأثناء وصولها إلى الحفل، حصر الجمهور هيفاء في سيارتها، الأمر الذي أجبرها على البقاء في السيارة لوقت طويل، إلى حين تمكن أفراد الأمن من إدخالها إلى المسرح. كما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد من مقاطع الفيديو والصور من الحفل، حيث بدت هيفاء وهبي محاطة بالجمهور من كل الجهات، حيث تفاعل الجميع مع أغنياتها. من جهة أخرى، كان مغني المهرجانات المصري حامو بيكا قد نشر مقطع فيديو من الحفل على حسابه عبر إنستغرام، ظهرت فيه هيفاء وهبي وهي تحتفل به وتحييه، كما توجهت إليه لتسلم عليه أثناء تأديتها أغنيتها يا حياة قلبي. وعلق حامو بيكا على مقطع الفيديو قائلاً: النجمة الجميلة هيفاء نورت مصر. بينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار الجدل، يظهر فيه الفنان حامو بيكا مندهشاً وعلى وجهه علامات التعجب بينما تغني هيفاء وهبي، وعلق بعض المتابعين على الفيديو قائلين: مش مصدق نفسه إنه هيفاء بتغني له.